السؤال بقى اللي عايزكم تذاكروه كويس اللي هو الأورجانوفوسفورس بويزنج. عايزين نعرف مين هم الأورجانوفوسفورس وبيشتغلوا ازاي، وأعراض الأورجانوفوسفورس بويزنج، وازاي أعالج البويزنج دي. طيب تعال نشوف مجموعة الأورجانوفوسفورس بتشتغل ازاي، هنأجل الأسامي شوية. طيب زي ما احنا عرفنا من الفيديو اللي فات ان الأورجانوفوسفورس ده مثال على الأدوية اللي بتعمل لي انهيبيشن للكولين ستريز، بس انهي انهيبيشن، ريفيرزابل ولا ان ريفيرزابل؟ ان ريفيرزابل انهيبيشن. يبقى اول حاجة في الميكانيزم اوف اكشن هنا ما تكتبليش انهيبيشن اوف كولين ستريز، لازم تكتب لي الريفيرزابل انهيبيشن اوف كولين ايه، اوف كولين ستريز. ده اول حاجة بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن. طب دلوقتي انا حصل لي بويزنينج من الأورجانوفوسفورس، طيب ايه اعراض البويزنينج دي، الكلينيكال مانيفستيشن؟ خلاص احنا الاورجانيفوسفورس ده دي مجموعه بتشتغل على الباراسمباثيتك سيستم، يبقى هتشغل الباراسمباثيتك سيستم عن طريق الماسكارينيك والنيكوتينيك، واحنا خلاص عرفنا اماكن الماسكارينيك وعرفنا اماكن النيكوتينيك. طيب الماسكارينيك هتعمل ايه في الماسكارينيك؟ والله الماسكارينيك اللي في الهارت هتروح تشغله وتقلل لي الكاردياك بروبرتيز، هتعمل لي بريديكارديا. الماسكارينيك اللي في البرونكاي هتروح تشغله وتعمل لي فيه برونكوسباز. الماسكارينيك اللي في الجي اي تي او في الاستومك هتروح تشغله وتعمل لي فيه كونتراكشن اللي هو كوليك. الماسكارينيك اللي في السليفري جلاند او في الاكسكراين جلاند هتشغله وتزود لي السلايفيشن، وهكذا. الكلام ده مش حفظ، الكلام ده فهم او انت بتجمعه من الشرح بتاع الايه، بتاع المقدمه اللي هي بتاعه الريسبتور. والله يروح شغال الماسكارينك اللي موجوده في السويت جلاند هيزود لي السويتنج، هيروح شغال الماسكارينك اللي موجوده في الاي هيعمل لي مايوزز، وهكذا. حلو. طيب ممكن يروح يشغل النيكوتينك، طبعا ممكن يروح يشغل، يبقى هيشغل لي برضو النيكوتينك. طيب هيعمل لي ايه في النيكوتينك؟ قلنا من امثله النيكوتينك الان ام اللي هو في النيورو ماسكولار جانكشن، ولما يشتغل هيحصل ايه، هيزود لي الكونتراكشن، هيعمل لي حاجه اسمها ماسل فاسيكوليشن زين ريلاكسيشن او باراليز. يبقى في النيكوتينيك ريسبتور هيعمل فاسكوليشن اللي هو كونتراكشن يعني، بعد كده باراليز. يبقى شغال لي ماسكارينيك وشغال لي نيكوتينيك. ممكن اعدي السي ان اس ويعمل فيه برضو اكشن، هيعمل لي ايه في السي ان اس؟ والله يعمل لي كونفالجن، وبعد الكونفالجن والتشنجات هيعمل لي ايه، هيعمل لي ديبريشن، هيعمل لي ديبريشن. واخر حاجه بقى هيبقى سبب الدس في الموضوع ده من الأورجانوفوسفورس اللي هو ريسبيراتوري فيلير او ريسبيراتوري ديبريشن. حلو حلو، ده بالنسبة للكلينيكال مانيفستيشن أو الأورجانوفوسفورس بويزنينج مانيفستيشن. بسهولة جدا تشوف الريسبتور أماكنها فين ولما بتشتغل هتعمل ليه. طيب أنا دلوقتي حصل لي بويزنينج وشخصت الأورجانوفوسفورس بويزنينج، أعالجها إزاي؟ بكل سهولة أدوية الأورجانوفوسفورس بتعدي من أي مكان في الجسم حتى من السكن. يبقى أول حاجة هنعملها للبيشنت ده هنحميه، تمام؟ هنحميه بإيه؟ بمية وصابون. حلو حلو. يبقى دي مية أهو وإيه؟ وصابون، عشان لو في دواء مترسب في السكين أمنع إيه؟ أمنع الأبزوربشن بتاعه. طيب بعد ما حميه دلوقتي هو ممكن يحصل له ريسبيراتوري ديبريشن، مش قادر ياخد نفسه، حطه على تنفس صناعي، حطه عليه تنفس صناعي اللي هو ارتفيشال ريسبيريشن. طيب بعد الارتفيشال ريسبيريشن والله يعمل له غسيل معوي جاستريك لافاج. ليه يعمل له غسيل معوي؟ عشان لو الاوريجانو فوسفورس او السم ده موجود في الجي اي تي امنع الابزوربشن بتاعه. طيب دلوقتي انا عملت الحاجات الاوليه اللي هي دلوقتي حميته بميه وصابون واديته تنفس صناعي وعملت له غسيل معوي، بعد كده اعمل ايه؟ والله اقفل لي الريسبتور اللي الدواء ده بيشتغل عليها. الدواء ده بيشتغل على الريسبتور ماسكارينيك ونيكوتينيك. اول حاجه اقفل لي الريسبتور الماسكارينيك ريسبتور بايه؟ باتروبين. يبقى الاتروبين ده الدواء اللي بيقفل لي الماسكارينيك ريسبتور. طيب بعد ما قفلت في الماسكارينيك ريسبتور اعمل ايه تاني؟ تعال نفكر مع بعض. مش انا لو شغلت الانزيم اللي بيكسر لي الاستايل كولين واخواته ممكن يكسر لي الاورجانوفوسفورس دي؟ طبعا. يبقى انا هدي دواء من بره ياكتف لي الكولين ستريز، هدي دواء من بره ياكتف لي الايه، الكولين ستريز. ليه ياكتف لي الكولين ستريز؟ عشان يروح يكسر لي الاورجانوفوسفورس. طب مين هي الادويه دي اللي بتاكد لي الكولين ستريز؟ دي مجموعه ادويه هي صراحه مش موجوده في مصر، بس موجوده بس في المستشفيات العسكريه. طيب مين هي الادويه دي؟ ادويه اخرها اوكزيم، ادويه اخرها مقطع ايه، مقطع اوكزيم، زي براليد اوكزيم، والدواء التاني اسمه ايه، داي استايل مونوكزيم، الاختصار ده.
ستايل مونوكسيم. اول ما تشوف مقطع اوكسيم ده عباره عن ادويه بتعمل لي ري اكتيفيشن للكولين ستريز. ده بسهوله جدا ازاي اعالج الاورجانوفوسفورس بويزنج وعالج الاعراض بقى بعد كده. قلنا من ضمن الاعراض ايه؟ الكونفالجن، اديله ديازيبام اللي هو انتي كونفالزن بيمنع لي التشنجات. يبقى السؤال ده بالله عليكم تعرفوا فيه اذا الميكانيزم اوف اكشن الريفيرزابل، الاعراض انتوا اللي طلعتوها ما حدش قالها، احنا انتوا اللي قلتوها ما قلتش حاجه. بعد كده تعرف لي فيها ايه ازاي اعالج الاورجانوفوسفورس بويزن. بالنسبه للاسامي بقى، في غازات زي غاز السارين وغاز السومان اللي كانوا بيستخدموا فين في الحروب، وحاجات زي الايكو سايوفيت والايزو فلورونيت. دول الاربع ادويه اللي عايزك تحفظهم، الباراسيون والملاسيون مش مهمين قد كده. عايزك تعرف لي، عايزك تعرف لي في الايكو سايوفيت والايزو فلورونيت عشان بيجوا في الام اس كيو، اقول لك مين من الادويه دي بيستخدم لي في علاج الجلوكوما. وبيجي حاجه اسمها الايكو سايوفيت وانتم ما بتبقوش واخدين بالكم منه، وبيبقى هو ايه، بيبقى هو الدواء المفروض نختاره، او الايزو فلورونيت. حلو حلو ده بسرعه كده الايه الاورجانوفوسفورس.